طيب يا جماعه، نشوف مع بعض بقى شاهد عيان عشان نعمل المقارنه بتاعتنا. وشرف يكون معايا عبر الهاتف الحقوقي والمحامي بالنقد، المحامي المحترم والاسير السابق الاستاذ ابراهيم عباس. استاذ ابراهيم، شرفتنا. السلام عليكم يا استاذ. عليكم السلام. استاذ ابراهيم، عشان يعني عايزين ندخل في الموضوع طوالي، شفت الفيديو بتاع هاني مهنا وشفت بورتو تورا وشفت الاسبا والجيم والبلياردو والتنس طاوله والكره كل يوم والثلاجات الزياده والشاشات الزياده، وبالطبع اكيد الاكل كان بيجي لهم من يعني فنادق خمس نجوم، ومش عايز ابالغ، ممكن يكون في اكل كان بيجي من باريس بالطياره ربما. انت خضت تجربه سنوات اليمه جدا في عدد من السجون المصريه، شفت الفيديو ده ازاي؟ في البداية تحياتي ليك يا أستاذ هيثم ولمشاهدينك الكرام. الحقيقة طبعا يعني ما يحكيه الفنان هاني مهنا طبعا هو بيحكي واقع هو عايشه، لكن أنا أحب أنوه وأقول إن اللي هو بيحكيه ده طبعا زي ما كل الناس علقت على هذا الفيديو لما رأيته، بتقول إن هو كان هذا الأسلوب الذي يتبع مع أتباع نظام مبارك، لكن الخصوم السياسيين للنظام الحالي الموجود في مصر يعاملوا معاملة غير آدمية. سجن مزرعة ترى اللي الأستاذ هاني بيتكلم عنه ده، أنا اتحبست فيه أيام القضايا المشهورة بمذبحة القضاة. أنا كنت أحد المحبوسين في هذه القضية. سجن مزرعة ترى لمن لا يعرفه عبارة عن أربع عنابر، كل عنبر فيه بيضم أربع جنازين. طبعا هو بيقول ان هم كانوا 16 شخص. طبعا كده يبقى كل شخصين موجودين في زنزانه، لو قسمنا 16 شخص على عدد الزنازين اللي موجوده في الاربع عنابر، كل عنبر فيه اربع زنازين في اربع عنابر، يبقى 16 شخص في هذه. انا اذكر ان في هذا التوقيت احنا كنا 35 واحد داخل هذه الزنزانه اللي بيتكلم عنها الاستاذ هاني. يعني الزنزانة اللي هو كان قاعد مع احمد نظيف، هو معمون الشاذلي كان قاعد مع احمد نظيف، يعني كان هم اثنين بس، كانتوا انتوا قاعدين فيها 35 واحد. احنا كنا 35 واحد، وكنا بنقول طبعا يعني ايه الحبس والسجن ايام حسني مبارك، يعني ايه لو كانت في مشقه والام، هذه المشقه والالام يعني لن اكون مبالغا اذا كنت اقول أن هذه الآلام وهذه المشقة عشرات بل مئات الأضعاف يعاني بها منها المعتقلين. عايزك يا أستاذ إبراهيم عشان الوقت يداهمني تحكي لي بقى على تجربتك بعد الانقلاب، الحبسة في ظل الحكم المجرم الموجود ده كانت شكلها إيه؟ طيب أنا لعل كنا في حلقة سابقة مع حضرتك بالزبط. قلت إن إحنا كانت الغرفة في سجن برج العرب المساحة بتاعتها 3 متر و80 سم، حوالي 5 متر و50 سم. هذه المساحة كان يسكنها 30 شخص، وفي بعض الأوقات 31 و32. بتتكلم على 4 متر تقريبا في 5.5، بنتكلم في حاجة 20 متر فيها 30 بني آدم. أيوه أنا بقول لحضرتك هذا الكلام الواقع الحقيقي. تمام، اتفضل اتفضل اتفضل. واخد بال حضرتك الزنزانة اللي الأخ يعني بيتكلم عنها دي كان مساحتها حوالي 15 متر في 6 متر. 90 متر. اللي كان 6 متر في 15 متر، يعني مساحتها 90 متر. 90 متر قاعد فيها شخصين. هما كانوا قاعدين فيها اثنين. يا فندم. دي اللي هي في سجن مزرعه ترى، الزنزانه الموجوده في سجن برج العرب اللي انا اتحبست فيه بعد الانقلاب دي مساحتها 3 متر و80 سم في 5 متر و50 سم. يعني علاء وجمال بما في ذلك الحمام يا فندم. علاء وجمال كانوا قاعدين بقى في سويت 90 متر متجهز احلى تجهيز، وكان عندهم اضافات فراحوا ادوها لهاني مهنا، ادوا له شاشه وادوا له ثلاجه، يعني السويت ابو 90 متر ده كان اظن بقى مفروش بطريقه يعني وهمية. طيب هل كان في بلياردو، تنس طاولة، ملاعب كرة قدم، ساونا، جيم في فترة اعتقالك سواء المستبد المخلوع الراحل أو بعد الانقلاب يا أستاذ إبراهيم؟ هو كان في أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك كان بالفعل في ملاعب، بس هذه الملاعب يعني لم تكن متاحة للمحبوسين، كانت متاحة ساعتها. كان ساعتها لو حضرتك تتذكر القضايا المشهوره بنواب القروض كانوا محبوسين في نفس السجن في عنبر رقم واحد. هذه الانشطه او هذه الملاعب والانشطه لم تكن متاحه الا لهؤلاء المحبوسين في قضايا نواب القروض.
يعني كلها كلها قضايا اموال، يعني مجموعه الفاسدين المرتشين الحراميه حط بيروقوهم، لكن السياسيين السياسيين الابرياء بيطلعوا عينهم. تعال بقى نتحدث حضرتك عن السجن بعد الانقلاب. طبعا سجن برج العرب فيه ملعب كره قدم ممتاز جدا، لكن مين يروح يلعب في هذا الملعب؟ المحبوسين اصلا عايز اقول لحضرتك لا يفتح عليهم الزنازين، لا تفتح عليهم، ناهيك على عن ان هم يعني يروحوا يشوفوا الملعب. احنا انا لم اكن ارى الملعب بتاع كره القدم الا لما كان يحصل لي مثلا حاله عياء شديد ويودوني المستشفى بتاعت السجن، كنت اشوف الملعب ساعتها، غير كده لم يكن متاح. الوضع الحالي مثلا في السجون المصريه دلوقتي، انا متواصل مع بعض الاسر المحبوسين، عايز اقول لحضرتك الزياره اصبحت مره كل شهر من خلف السلك، وشخص واحد من ذوي المحبوسين. طيب مش عايز استطيل يعني في موضوع الزياره يا استاذ ابراهيم عشان بقول لك جائحه كورونا، لكن عايز اتكلم بس عشان اتبقى لي دقيقتين فقط، عايز اتكلم على الحياه. انت بتتكلم على 30 واحد موجودين في مساحات يعني بشعه، يعني في الاخر بتنام ازاي؟ بتاكل ازاي؟ بتعيش ازاي؟ بينما شايفين ناس ثانيين بيتكلموا على جيم، على سبا، على كره قدم، على عيشه ثانيه خالص. استاذ هيثم، واحنا في فصول الشتاء والبرد القارس، أنا عايز أقول لحضرتك يعني الناس كانت بتنام على الأرض، ويمكن في الأيام القليلة الماضية حصل تجريد لبعض السجون، منها سجن وادي النطرون حصل اللي هو 440، حصل تجريد للمسجونين فيه، وتم تجريدهم من كل الأمتعة والأغطية والفرش بتاعهم، لدرجة إن كل محبوس ما بقاش معاه إلا بطانية واحدة فقط أو بطانيتين على الأكثر، في ظل هذا البرد القارس اللي الناس بتشعر بيه، واحنا يعني قاعدين جوه بيوتنا ومتدفيين وحاطين اكثر من بطانيه عشان خاطر نتدفى. المحبوسين عايز اقول لحضرتك بيعانوا معاناه شديده من يتبقى اللي هم استاذ ابراهيم يتبقى لي 30 ثانيه، عايز ترد عليا بايجاز. شفت لما سمعت الفيديو ده وانت قعدت في المعتقل حوالي 5 6 سنين، سواء هنا او فتره المستبد المخلوع رحل او فتره بعد الانقلاب، حسيت بايه؟ طبعا يعني كان هؤلاء اولاد البطه البيضاء وهؤلاء اولاد البطه السوداء، يعني طبعا هذا زي ما بيقول له حبيب العدلي بيقرصة ودني، هو هي قرصة ودني بالنسبه لهاني مهنا. وبعدين الحسابات اللي بين اي حد ممكن يختلف مع اي حد في النظام يبعتوه للقضاء اللي طيب تحت. وانت رجل قانون، وانت رجل قانون وشخصيه حقوقيه بارزه، سؤالي الاخير لحضرتك في اقل من 20 ثانيه، القانون الذي لا يطبق على الجميع ده يحترم؟ يا فندم مفيش قانون اصلا في التعامل مع الخصوم السياسيين. اي هذا النظام الانقلابي، هذا النظام الانقلابي لا يتعامل باي قانون، لا من قوانين البشر ولا قوانين الحيوانات، الحيوانات ترقص لبعضها وعايق بعضها على بعض. هذا الذي يحدث ده انتهاك صارخ لكافه المواثيق والمعاهدات الدوليه المتعلقه بحقوق الانسان. بشكرك الاستاذ ابراهيم عباس المحامي الحقوقي، والزملاء حتى في الاعداد حاطين بعض الصور، والله الصور دي ترفيهيه للواقع، يعني حاطين عنبر كبير في ناس كده فيها براح، وحاطين في ناس معاهم كاتل، والله الكاتل ده يعني في سجن العقرب حلم حلم. الناس يعني لو ما كان بيحاولوا يجودوا سلك كهرباء كده و نص ازازه بلاستيك فاضيه ويحطوا ميه، والكلام ده اتمنع بعد اللي حصل في موضوع الاعدامات، مقتل 4 من عنبر الاعدام في اواخر سبتمبر 2020.